اقفل يا باشا عشان ما تجرمش دقيقه. سبت لك الباب مفتوح عشان ما يصحش باشا زيك يقف على السلم. انت مين وعايز ايه يالا؟ يعني انا اقول لك يا باشا وانت تقول لي يالا؟ انجز. اسمي بدر الديزل، عايز اعرف خدت دنيا على فين. وما تقلقش يا باشا، الفيديوهات اللي معايا لا هبعتها للحكومه ولا هبعتها للراجل ده. بص يا روح امك، انت لا هتبعت فيديوهات لحد ولا هتنزل من هنا لحد ما اعرف حكايتك ايه. سيب اللي في ايدك ده وانزل على ركبك. يلا يلا تاني برضو. تمام. صباح الخير. انت كويس يا حبيبي؟ اديني جبتك في المكان اللي قلبت الدنيا عشان توصل لي. بس بعد ايه؟ بعد ما موت واحد من اسيادك عشان واحده جربوعه ولا تسوى؟ زي الواطية دي. واطية. نسيت كل اللي عملته عشان. بس دلوقتي هفرجها على كل اللي هي مش قادرة تنساه. تاني. اللي انت كنت جاي عشانها انا هبعتك ليها هناك هناك.
اجري.